الأخبار السادسة من تلفزيون الساحل وفيها تتابعون. النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى فوز المرشح محمد ولي الغزواني في الشوط الأول. مرشحو المعارضة يتحدثون عن خروقات وتجاوزات شهدتها العملية الانتخابية وأن النظام يحاول الالتفاف على الانتخابات. المستقلة للانتخابات تطالب بالهدوء وضبط النفس وتنفي حدوث تزوير أو خروقات في التصويت. أهلا بكم إلى نشرة السادسة من تلفزيون الساحل. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بموريتانيا تصدر المرشح الرئاسي محمد ولي الغزواني للمتسابقين بنسبة 50.41%، وذلك بعد فرز نسبة أكثر من 90% من صناديق الاقتراع، فيما حل المرشح برامو للداو العبيد ثانيا بحصوله على نسبة 18.72%، وجاء المرشح سيدي محمد البوبكر ثالثا بحصوله على نسبة 18.13%. أما المرشح كان حميد بابا فحل رابعا وحصل على نسبة 8.78%، ويليه محمد مو المولود بنسبة 2.49%، وجاء المرشح محمد لمين المرتجي الوافي سادسا بحصوله على نسبة 0.41%. هذا وأعلن أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية أن خروقات وتجاوزات شهدتها العملية الانتخابية، وأكد المرشحون سيدي محمد والبوبكر وبرام ولداه العبيد ومحمد والمولود على رفضهم لهذه النتائج. إذا جاء اقتراع أمس ليؤكد مخاوفنا وليؤكد ما حذرنا منه من خروقات وتجاوزات أفقدت هذه الانتخابات وهذه النتائج مصداقيتها، ولذلك فإننا نؤكد أننا لا نقبل هذه النتائج. ولا نعتبر أنها تمثل إرادة الشعب الموريتاني المتطلع إلى التغيير. وقال المرشح برامو لداه العبيد إن النظام يحاول الالتفاف على انتصار الشعب الموريتاني وأن الانتخابات كانت تتجه نحو التغيير والقطيعة مع النظام الحالي حسب تعبير برامو. اللجنة المستقلة للانتخابات لابد من تفرز النتائج مكتب ونقارنوا النتائج اللي عندنا في المحاضر اللي خرجوا ممثليننا من المكاتب مع النسبة اللي عاطية اللجنة المستقلة للانتخابات، إذا يعودوا متطابقين بها ونعمتين، وإذا عادوا هم متطابقين نحن لا نعترف بالنتائج. نعود ما هي؟ يعني النتائج العالنة اللجنة المستقلة للانتخابات ما تعكس ذا اللي صوتوا عليه المواطنين الموريتانيين الناخبين الموريتانيين واللي وقعوا عليه رؤساء المكاتب مكاتب الزرق وممثلين المترشحين. طلبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المرشحين بالهدوء وضبط النفس وانتظار النتائج التي ستعلن عنها، مؤكدة أنها لا تزال تواصل فرز النتائج التي تردها تباعا من ممثليها على امتداد التراب الوطني. وثمنت اللجنة في بيان صحفي ما وصفته بالروح التي طبعت الحملة الانتخابية وتعززت بمجريات النتائج يوم الاقتراع، وتدعو إلى مواصلة التشبث بذلك. وأضافت اللجنة في بيانها أن فرقها سهرت على جمع نتائج ومعالجتها بهدف تقديم نتائج مؤقتة في الأجال القانونية وإحالتها إلى المجلس الدستوري.
نفى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تصريح حصري لتلفزيون الساحل الأنباء التي تحدثت عن حدوث خروقات وتزوير خلال عملية التصويت التي انطلقت صباح السبت، مؤكدا في تصريح خص به تلفزيون الساحل أن اللجنة لم تسجل بشكل ما يؤثر على سير العملية الانتخابية. هذا وأكدت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تجاوزت 60%. لم نشاهد نحن هذه الخروقات، ومستعدين للتعامل مع الأدلة والمبررات على أرض الواقع الحقيقية. لا نفند ما يقوله المترشحون، يعني هم شركاء في العملية وهم أصحاب العملية الكبار، لكن أقول لهم أن الوضع وخطاب موريتانيا في التسعينيات وفي الألفينيات تجاوزه بالبيومترية والبطاقة البيومترية والهواتف الذكية والعقلية الموريتانية. نحن اليوم في جو ننتخب رئيس جمهورية من خارج القصر الرئاسي، هذا الإنجاز أهله لا يعقل، أنهم ما زالوا في مستوى التزوير البواح، التزوير واسع النطاق وكذا، لا يعقل هذا. قال المترشح لرئاسيات موريتانيا محمد والغزواني إنه يعتز بالجو الذي تم فيه الاقتراح، حيث ساد الاطمئنان والارتياح. وهنأ الغزواني في تصريح بعد تصويته الشعب الموريتاني على نضجه السياسي والوعي الذي مرت به الحملة الانتخابية حسب تعبيره. وانا اعتز وافتخر بهذه من جانبه طلب المرشح سيدي محمد والبوبكر السلطات بالاستدابة للدعوات المتكررة من أجل ضمان شفافية الانتخابات، وأن لا تقف في وجه تطلعات الشعب الموريتاني حسب تعبيره. جاء حديث المرشح والبوبكر بعد الإدلاء بصوته صباح السبت بالعاصمة نواكشوط. كمرشح وزملائي مرشح المعارضة عملنا على أن نكون فعلا ممثلين في كل مكاتب التصويت على امتداد التراب الوطني، وأملنا أن تستجيب السلطات للدعوات المتكررة من أجل الشفافية وتطلعات الشعب الموريتاني وشبابه من أجل الشفافية. هل هناك مؤشرات؟ المؤشرات التي لدينا مقلقة في الحقيقة، فمثلا اليوم منع بعض ممثلي المرشحين مرشحي المعارضة من دخول المكاتب. عذر المرشح للانتخابات الرئاسية برام ولداه والعبيد مما أسماه التعرض لإرادة الشعب الموريتاني عن الطريق تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي تمت أمس السبت. وأكد المرشح في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته أن هذه الانتخابات تعبر عن لحظة التحرر والتغيير والقطيعة مع النظام الحاكم وفق تعبيره. شاكر الموريتانيين والموريتانيات عنهم وفيين للسلم، وفيين للشرعية الوطنية والشرعية الدولية، ومؤكد للناس اللي حاكمة للشعب حاكمته بالقهر وبالتعسف وبالتجويع وبسياسة فرق تسود عنها، تعرف عن هذه اللحظة، لحظة التحرر، لحظة التغيير، لحظة القطيعة مع هذا النظام.
حذر المرشح لرئاسيات 2019 محمد والمولود مما أسماه اختطاف العملية الانتخابية منذ البداية، موجها انتقاداته للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأكد والمولود في تصريحة صحفية عقب الإزاء بصوته صباح السبت أن زيارته للمواطنين في الداخل رفعت سقف الأمل لديه بالفوز بالانتخابات الرئاسية نظرا لما لمسه لدى الناخب الموريتاني في كل أنحاء البلاد. أملي كبير تجري الأمور بشكل طبيعي، أي أن تحترم إرادة الناخب ويتم انتخاب رئيس جديد لموريتانيا، وتكون يكون هناك إذن لثاني مرة تناوب سلمي على السلطة. بالطبع عندنا تخوشات كبيرة في المعارضة ولدى الرأي العام، لأن العملية الانتخابية برمتها قد اختطفت من البداية، وأن الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة حزبية تنتمي إلى معسكر خصمنا اللي هو مرشح النظام. من جانبه أكد المرشح لرئاسيات يونيو محمد لمين المرتجي الوافي أن مصلحة الوطن تقتضي الوقوف خلف المرشح الذي سيختاره الشعب في اقتراع 22 يونيو. جاء حديث الوافي في تصريحات صحفية بعد الإدلاء بصوته صباح السبت. جميع التوفيق، وفي نهاية الوقت نتمنى ذا البلد غالي علينا، غالي علينا حتى، ولا معناها ولا يرتمرتو شخصا ولا فرا يعود فلان والله علان، مهم ذاك اللي في صالح ذا البلد إن شاء الله هو اللي يحكم. احنا بلد مسلم وفي صالحنا دا السكينة وفي صالحنا إن شاء الله راجع عبد الله تبارك وتعالى التوفيق للمرشح اللي أكثر نتيجة على ذا البلد أسوء منه، راجع معنا ولا التوفيق ويارت مدة سعد كاملة على أنها ذاك اللي خاض وذاك اللي نجح، يا الله تتهنوا وتخلي عن هذوك الأمور الأخرى أسوء وشنو، ويراجعين مودي من عند الناس هيئة المراقبة الرقابية كانت تقوم بعملها بطريقة ما معناها على أن الرقاج يتعامى عن ظلم، ولا معناها على أنه يبارك الرقاجة يغير الأهل على أن أشبه مدة تم التافقة كاملة. قال المرشح الرئاسي كان حميد بابا إن نسبة مشاركة في هذه الانتخابات ستكون كبيرة بناء على معطيات العاصمة نوكسوت وبعض مناطق الداخل الموريتاني، وهو ما قال إنه يوحي بإرادة الشعب للتغيير، مؤكدا أنه لن يقبل تزوير إرادة الشعب الموريتاني بأي طريقة أو من أي شخص. وحذر حميد بابا في تصريح لصحفيين بعيد الإدلاء بصوته من أن المناطق النائية قد تشهد عمليات تزوير بسبب غياب المراقبين والصحفيين حسب تعبيره. قال الرئيس المنتهية ولايته محمد ول عبد العزيز خلال إدلائه بصوته صباح السبت إنه على الموريتانيين انتخاب الرئيس المناسب القادر على قيادة البلد إلى بر الأمان وليسلك به الطريق الصحيح، طريق الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية حسب تعبيره. وطالب ول عبد العزيز في تصريح بما أسماه الاستمرار في جعل استقرار الوطن وأمنه فوق كل اعتبار، بل وفوق الأشخاص وبالطبع فوق المترشحين حسب تعبيره. البلد فوق كل شيء، عود فوق الأشخاص، فوق المترشحين، استقرار الأمن، استقرار البلد وأمنه يعود فوق كل شيء، عود هو الشغل والهم للشعب الموريتاني قبل كل شيء، ونتابع إن شاء الله استقرار بلدنا وننتخب الرئيس المناسب، الرئيس المناسب لدى الشعب ولدى البلد، لله يمرر ذا البلد ويكردوا السلك الصحيح والطريق الصحيح اللي هي طريقة الأمن والاستقرار والأمن والوحدة الوطنية، لأنها ضرورية للبلد. هذا مجهود جميع طوائف الشعب الموريتاني. رياضيا في هذه النشرة، يستعد المنتخب الوطني المرابطون لمباراته الأولى ضمن مشاركته في الكان 2019 بمصر، والتي تجمعه مع نظيره المالي مساء الاثنين القادم أي الصبح.
يوم غد، وخاض المرابطون منذ وصولهم الأراضي المصرية 3 حصص تدريبية للوقوف على جاهزية العناصر الوطنية في مشاركتهم الأولى في نهائيات الكأس الإفريقي. نتابع المزيد مع موفدنا لتغطية الكان الزميل عماد أحمد بابا في مصر. على بعد يومين من قص شريط مشاركته الأولى في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، يواصل المنتخب الوطني المرابطون هنا بمدينة السويس المصرية شرقي القاهرة تحضيراته المكثفة من خلال إجراء عدد من الحصص التدريبية على أحد الملاعب المخصصة لتدرب منتخبات المجموعة الخامسة، حصص ينتظر أن يقف من خلالها الناخب الوطني كورنتان مارتينز على جاهزية عناصره وتقييم مدى استفادة اللاعبين من معسكر مراكش الأخير. الإحساس بقيمة اللحظة وتحمل مسؤولية تمثيل الوطن في المحفل القاري الكروي الأهم والرغبة في توقيع مشاركة موريتانية في البطولة تعكس الصورة التي بات العالم يحملها عن كرة القدم الموريتانية، أهم ما يدور في خواطر اللاعبين قبل بداية لحظة الحقيقة. الحمد لله الاستعدادات جيدة والحمد لله جينا وجبرنا ترحيب جين وجاهزين الحمد لله، وعندنا مباراة يوم الاثنين إن شاء الله والناس كاملة واثقة، اللاعبين كاملين واثقين إن شاء الله عندنا مباراة جيدة، راجل عند مولانا إن شاء الله لا التوفيق عند مولانا الله ذاك اللي يخلي كامل الخير غير إن شاء الله دور يخلق لذاك الراجل كامل إن شاء الله الفوز إن شاء الله. بس اللي جينا هون مصر الحمد لله عندنا ديجور مي لاباس سي باس بيان الحمد لله لا بروبلاسيون الحمد لله بور لا مات ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. حصة اليوم وهي الثالثة للعناصر الوطنية منذ وصولها إلى مصر كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام والمشجعين لتشكل أول لقاء مباشر بين اللاعبين وعشرات المناصرين الذين رافقوا بعثة المنتخب للدعم والمؤازرة. نتمنى أن منتخبنا الوطني سيكون كل الشعب الموريتاني ككل داخل والخارج يكون خلف منتخبنا الوطني لكي حققنا المسير بالنعطاش، إننا متعطشين. لو كان المنتخب ما وصل للمرحلة ذلك نعودون نجرو تحت الجزائر ولا تحت المغرب ولا تحت أي دولة سويسرية، لذلك يستحق علينا كم شيء. نحن يا جماعة جايين 400 كيلو تقريبا مرانا امتحانات مرانا كاملة غير مضحين ذكاء بسبيل خدمة المنتخب الوطني، مستعدين أي رواية تخدم المنتخب الوطني. هي إذن لحظة تختلط فيها المشاعر بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني بين الفخر بالتواجد في بطولة بهذا الحجم والتي ظلت إلى وقت قريب هي المطلب وهي الحلم، وبين الرغبة في ظهور بوجه مشرف بين عمالقة القارة السمراء. من مدينة السويس المصرية عماد أحمد بابا لقناة الساحل. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، تذكير بالعناوين. النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى فوز المرشح محمد دول الغزواني في الشوط الأول. مرشحو المعارضة يتحدثون عن خروقات وتجاوزات شهدتها العملية الانتخابية وأن النظام يحاول الالتفاف على الانتخابات. المستقلة للانتخابات تطالب بالهدوء وضبط النفس وتنفي حدوث تزوير أو خروقات في التصويت. انتهت النشرة، أشكركم وإلى اللقاء.